هذه الاحتفالية، نقدم شيء بسيط بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريم بسيط يكون لرواد الحركة الإنسانية في محافظة المثنى. نقدر يعني شلون نقول استذكار لهذه الشريحة المهمة، هذه الشريحة اللي تمثل ما يقارب 500,000 من ذوي الإعاقة في العراق أجمع، يعني يمكن يقارب دولة من أحد الدول العربية تعادلها بالعدد السكان. نتأمل أنه نقدم لهم شيء معنوي، ونتأمل من الحكومة العراقية بأن تلتفت لهذه الشريحة. يعني أبسط شيء يوم أنه دخلنا قال مثلا مكان عبور أو مكان دخول لذوي الإعاقة ماكو مثلا على سبيل المثال، فهذا الشيء ممكن نهتم، وخصوصا إحنا مقبلين على مشاريع عملاقة، نتأمل أنه كل مشروع يكون ذكر لذوي الإعاقة. حقيقة الأعمال التي نقوم بها سواء في الجانب الصحي أو جانب مساعدة العوائل المتعففة هي جزء من الواجب والتكليف الإنساني والشرعي لخدمة أبناء المحافظة. مثل ما تعرفون أن محافظة المثنى تحتوي على نسب فقر عالية، وإن شاء الله مستمرون بمواصلة هذا الطريق وخدمة العوائل المتعففة. هذا التكريم هو دافع معنوي لجميع الفرق التطوعية وجميع الجهود الإنسانية العاملة في هذه المدينة وهذه المحافظة بمواصلة هذا الطريق بخدمة المحتاجين. والحق عقيل.